كل حاله بوحدها. الحاله ديال عدي الميلودي حنا كنعتبروا ان هذاك مسائل شخصيه وعائليه كتخصو هو. حنا اللي عندنا معاه العقده اللي عندنا معاه عقده فنيه، يطلع الخشبه ويغني، ما غيطلعش الخشبه يدير بوز ولا يدير فيديو في فيسبوك ولا هذاك الشيء. هذاك الشيء حياته الشخصيه، ما يمكنش حنا ندخلوا معاه في حياته الشخصيه. غنمشي معاك بعيد، لا ديونتولوجي يعني ديال تقول وهاد الفنان عنده شي مشاكل كنتو حنا سنينا معاه عقده من قبل ما يوقع هاد البوز وهاد هذا. كنت حطينا في هاد الموقف ديال نختاروا من بعد ما وقع هاد الشيء، كنا نتناقشوا. حنا اصلا ما كانش عندنا الاختيار، سنينا عقده، كنحترموا العقده ديالنا ابارتير دي مومون هو محترم العقده ديالو وغادي يجي وغيطلع وغيغني. ويمكن ناكد لك اونتر بارونتيز اون اوف، يمكن تجي تحضر دابا كنشوفوا بعض المقاطعين وبعض يغردون خارج السرب، ولكن غتجي نهار السهره ديالو غتلقى 150,000. حنا هاد 150,000 بالمقارنة مع 10 الناس ولا 20 ولا 30 ولا حتى لي مينوريتي هما اللي كيهضروا، الناس اللي متفقين ما كيهضروش، ما يهضرش، ما يقولش الرأي ديالو، هو الرأي ديالو غي مانيفيستيه وغيجي وغيتفرج في عادل الميلودي وغينشط وغيمشي، وهذا هو الهدف ديالنا. دونك حنا كنفضلوا ما ندخلوش في هاد الاعتبارات ديال الا كان شي حاجه غراف وشي حاجه اللي غير اخلاقي وغير قانونيه، راه ديك الساعه راه غيعاقبوا القانون قبل ما نعاقبوا حنا.